كشف موقع الجزيرة نت عن مصدر حكومي قوله إن الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي طلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة في لقائهما الأخير بالرياض. المصدر أضاف أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوط سعودية من أجل الإعلان عن الحكومة الجديدة من دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض والموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. المصدر أشار إلى أن الرياض قدمت مقترحاً بتنفيذ جزئي شكلي للشق الأمني والعسكري مقابل إعلان الحكومة، لافتاً إلى أن الرياض أبلغت هادي اعتراضها على المرشحين للوزارات السيادية في الحكومة وطلبت استبدالهم بأسماء جديدة.